السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر سيد سمير من قناة Easy Grammar. هنتكلم النهاردة عن وحدة جديدة من وحدات منهج Connect Plus للصف الثاني الابتدائي. طبعا احنا اخر حاجة شرحناها كانت Unit 10 Part 1، هنتكلم النهاردة عن Unit 10 Part 2، والوحدة كانت بعنوان At the Supermarket، يعني في السوبر ماركت. يلا بينا. Unit 10 at the supermarket. Okay. Repeat after me. Cheese. جبنة. Cheese. Yogurt. Yogurt. زبادي. Bread. خبز. Bread. Chicken. دجاج. Chicken. Tomatoes. طماطم. Tomatoes. Onions. Onions. بصل. Cucumbers خيار. Cucumbers. Grapes عنب. Grapes عنب. Repeat after me. Cheese. Yogurt. Bread. Chicken. Tomatoes. Onions. Cucumbers. Grapes. شو بعد كده؟ Email اللي هو الإيميل أو البريد الإلكتروني. Stamp طابع بريدي. Letter خطاب. Address عنوان أو سكن. Envelope ظرف أو مظروف. Sick مريض. Hospital مستشفى. Principal المدير أو المسؤول. Principal. Ear أذن. Statue تمثال. Hair شعر. Temple معبد. Again. Email stamp. Letter address. Envelope sick. Hospital principal. Ear statue. Hair temple. شو بعد كده؟ Communication, the difference between a letter and an email. بيقول الاختلاف بين الخطاب والإيميل. A letter is usually formal. يعني الخطاب عادة ما يكون رسمي. You write a letter on paper and you put it in an envelope. بتكتب الخطاب على الورق وبتضعه في مظروف أو ظرف. You write the address on the envelope. تكتب العنوان على الظرف. And you put a stamp on it. وبتضع عليها طابع بريدي. Then you post the letter. بعد كده بتبعت الخطاب دون بالبريد. تعريف الإيميل. An email can be formal or informal. ممكن يبقى رسمي أو غير رسمي. رسمي بين الشركات وبعضيها، تمام، وطبعا دي بقت وسيلة أسرع من خلال الإنترنت، وممكن يبقى informal بين الأصدقاء بعضهم وبعض على الفيسبوك أو على الإيميل. Okay. You can send an email to your friend quickly. تستطيع أن ترسل إيميل لصديقك بسرعة. You write it on a computer or phone. تكتبه على الكمبيوتر أو التليفون. You type in the email address. بتكتب الايميل ادريس اللي هو عنوان بريدك الالكتروني. write the email and press send. طبعا بتكتب الايميل وبتدوس ايه send ارسل او بتضغط على ارسل. وطبعا ده الفرق بين الايه بين الخطاب اللي هو بيقعد طبعا فترة كبيرة وما عادش برضو ايه مستخدم كما كان في الماضي. طبعا اللي مستخدم دلوقتي وبكثرة جدا اللي هو الايميل. اوكي، شوف بعد كده. هو مدينا a model letter، مدينا شكل letter. Dear Mr. Gamal, thank you for letting us come to your store on your school trip. شكرا ايه للسماح لنا المجيء للمتجر بتاعك في كرحلة مدرسية. It was very interesting and I learned a lot about how to make crafts. انها كانت ممتعة جدا الرحلة، وتعلمنا كثيرا عن الحرف، كيفية صناعة الحرف اليدوية.
You have lots of interesting products from all over Egypt. لديك الكثير من المنتجات الشيقة من مصر. My favorite things were the colored baskets. طبعا الأشياء اللي كانت مفضلة عندنا اللي هي السلال الملونة، السلات يعني. I'd like to have a store when I am older. أنا أود أن أكون لدي متجر مثلك لما أكبر، عندما أكبر. Because I think it would be fun. أعتقد أنه سيكون ممتع. Yours sincerely. خالص تحياتي، خالص أمنياتي، وائل حبيب. أوكي، ده اسم الشخص اللي باع. أوكي، نشوف بعد كده. A model for an email. طبعا اللي كان قبل كده ده a letter. طيب a model of an email to، طبعا بتكتب to يعني البريد الإلكتروني للشخص اللي أنت هتبعت له. فكاتب هنا sara@mail.one. السبجكت اللي هو الموضوع اللي أنا هتكلم فيه our party. فسارة هتتكلم سوري نسمة هتتكلم عن الحفلة بتاعتها، طبعا هي بعتها لسارة. فبتقول Hi Sarah, we are having a family party on 14th June. هيكون عندنا حفلة عائلية في 14 من يونيو. Because it's my grandma's birthday. إنها حفلة عيد ميلاد جدتي. My mom says I can ask a friend. ممكن أطلب من صديق لي، صديقة لي أن تأتي. Can you come? I hope so. هل تستطيع أن تأتي؟ أتمنى هذا. Love، ما أطيب حبي، نسمة. Okay. يبقى نسمة اللي بعت الخطاب بعتها لسارة، كاتبة طبعا الإيميل بتاع سارة اللي هو هيصل عليه هذا البريد الإلكتروني، وكمان كاتبة موضوع الميل. شوف بعد كده. فونكس، جزء الفونكس الموجود، النهاية اللي هي AIR و EAR. فالـ AIR بنقول hair 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 chair. okay. لكن الـ EAR بنقول peart eart ears ears peart. يبقى لحية peart ear ear. تانية A دي E، وده الفرق بين النطقين air ear. okay. My teacher has long black hair. My grandma is sitting on a chair. My grandpa has a gray beard. My rabbit has long ears. okay. يبقى الفرق بين ال AIR في النطق وال EAR، دي air ودي والتانية ear. okay. شوف بعد كده. There are lots of different people in our community. يوجد الكثير من الأفراد أو الأشخاص المختلفين في مجتمعنا. Picture number one بيقول I love my family. أنا أحب عائلتي. I live with my mom. أعيش مع أمي. My dad, my brother and my sister. أعيش مع أمي وأبي وأخي وأختي. We see our grandparents every weekend. بنرى أجدادي كل في عطلة الأسبوع أو في نهاية كل أسبوع. I have an aunt, two uncles, and three cousins too. عندي عمة وعندي عمين، تمام، وثلاثة من أولاد العم. طبعا كلمة aunt معناها عم أو خالة، و uncles معناها برضو عم أو خالة. It's a fun when we are all together. وطبعا ده شيء ممتع لما بنكون كلنا مع بعض. Picture number two بيقول at school there are lots of people who help us. يوجد الكثير من الناس اللي بيساعدونا. My teacher is very clever. معلمي يكون ماهر جدا. The principal is my charge of is in charge of the school. المدير هو المسؤول عن المدرسة كلها. There are people to help at lunch time and break time too. يوجد الكثير من الناس لمساعدتهم في وقت الغداء و break time وقت الراحة أيضا. Picture number three. If we are sick, لما بنكون مرضى, people at the hospital help us. الناس في المستشفى بيساعدونا. There are doctors and nurses to help us get better. يوجد الكثير، بيكون هناك الأطباء والممرضات لمساعدتنا لكي نتحسن. Picture number four. Police officers. بيقول رجال الشرطة and
Firefighters keep us safe. بيحافظوا على أماننا. They can help in an emergency. وبيساعدونا في الحالات الطارئة. Option number 5. We buy things from stores in town. بنشتري الأشياء من المتاجر في المدن. People have lots of different stores. الناس يكون لديها الكثير من المتاجر المختلفة. So we can buy the things we need. نستطيع أن نشتري الأشياء التي نحتاجها. وفي الختام أتمنى أن يتقبل الله منا هذا العمل. اللهم علم ينتفع به. كان معكم مستر سيد سمير من قناة Easy Grammar. أتمنى أن الفيديو يعجبكم. أتمنى تعملوا لايك للفيديو وشير كتير. تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس التنبيهات علشان يصلكم كل جديد. أشوفكم إن شاء الله في شرح جديد لفيديو جديد من منهج كونكت بلس. باي باي.